السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ النهاردة هعمل استعراض لميزات برنامج بيس زد اس 2017 اديتور. احنا كنا اتكلمنا عنه قبل كده في الفيديو اللي فات، ان هو بيزود عدد اللعيبة في المنتخب، في اي منتخب في لعبة بيس 2017 بيخليهم لحد 32 لاعب. بس هو يعني ليه مميزات اكتر من كده. هو تفتحه بالشكل ده، دوس على فايل اوبن، خش على المسار دوكومنتس كونامي برو ايفولوشن سوكر 2017 سيف، بعدين هتلاقي ايديت اصفار، دوس اوبن، استنى البرنامج تقيل شوية عشان بيقعد يقرا، كمان انا بصور دلوقتي ف الدنيا بايظة خالص. هو فتح معانا اهوت. احنا كنا قلنا ان هو بيزود عدد لعيبة المنتخب، يعني مثلا اسبانيا اضيف لها اي لاعب، مثلا احنا اتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده، اسكو مثلا، بس يعني اوريه لكم تاني عشان لو حد ما شافش الفيديو اللي فات. اضيف اضم له مثلا اسكو ومثلا واسينسيو، بس مش موضوعنا دلوقتي الكلام ده، في حاجات تانية. يعني ممكن اسم اللاعب، يعني لعبة بيس انت لما تيجي تعدل على اسم اللاعب يقول لك عندك عدد اقصى من الحروف، عندك البرنامج دوت تكتب اي حاجة، يعني تقعد تكتب مثلا يجي 20 حرف حتى، واللعبة بتتقبل الموضوع، يعني بتقبل الموضوع، ولكن في حاجة بعد كده تدوس دن تلاقي اسمه عادي جدا، تغير اي اسم انت عايزه، هرجعه تاني عادي. وفي ايه تاني؟ تغيير الجنسية والعمر والطول والوزن، وفي الانتقالات، يعني لو عايز اودي لاعب من ريال اودي مثلا اياكس، ناتشو مثلا وديته اياكس. هو كده راح اكس، رجعه تاني ريال. في قايمة في التانية الفرق، ممكن تغير اسم اي فريق انت عايزه، يعني مثلا مصر، ممكن اخلي اسمها بالعربي مصر، ممكن برضو هنا مصر، لا مصر في مش هينفع، وبعدين ندوس دوم وغير المدرب بتاعها والاستاد مفيش، ملهاش استاد في الباتش. ايه تاني؟ بس كده. وفي الدوريات، كأس العالم مثلا انا غيرت اسمه خليته بالعربي، والدوري الانجليزي ممكن تغير، يعني تحط اي فريق بدل اي فريق في الدوري، يعني ممكن ارسنال تخليها مش في الدوري، يعني تحط يعني انتوا مش فاهمين دلوقتي، حط مثلا فريق روما، كلاسيك روما بدل ارسنال في الدوري، ببدل يعني فريق بفريق في الدوري، او مش ببدل، بضيف فريق بدل فريق، بشيل الفريق التاني خالص من الدوري كده، يعني ممكن اعمل دوري من الفرق القوية كلها بالطريقة ديت. مثلا مصر الجيل الذهبي ده باتش بروفيشنال فيرجن 3، و السادات الاستاد تغير اسمه وتجيب الاي دي بتاعه، يعني لو عايز، لو بتسمع وعايز الاي دي. الكابتن
تغير تعدل على الأسامي والجنسيات، بتدوس دن، أهم حاجة تدوس دن. بعد ما تخلص مثلا واحد زي مدرب زي زين الدين زيدان، أو ممكن أخلي اسمه بالعربي زين الدين زيدان، دوس دم، وبعدين أعمل سيف إز، أدور على إيديت صفار، دوس عليها كليكتين، بعدين يقول لي do you want to replace، دوس يس لازم، بعدين تقفل البرنامج. شوف ال وكده الحاجات خلصت، بس هجيب وانا اشوف عشان يعني ما يبقاش في اي شك في الموضوع. شغل بس 2017 كنت فاتح عامل كده. نفتح نشوف فيه ايه. استنى اللعبة. اللعبة بطيئة شوية عشان التصوير بيتقل على الجهاز، برنامج التصوير انا شغل. اشوف بقى، مش مشكلة عادي، مش مهم. ليجند، لا اله الا الله، اقفل. انا بعتذر لكم يا شباب، دخلت في بكم ليجند بالغلط. شوف الايديت، لاعبون، دي اللاعب. شوف بقى فعلا ان انا عملت ده، عمل ايه ده؟ انا مدوستش دن، انا عملتش مدوست دن لما حطيت ارسنال. بس انت لما هتعمله لازم تدوس دن عشان يتسيب. شوف افريقيا او مصر، انا سميتها مصر وفعلا اتسمت بالاسم دوت. واشوف المدرب، انا سميت زيدان بالعربي. شوف اخباره، شوف اتسمى فعلا ولا غلط. فين ريال مدريد او زين؟ لا زين الدين زيدان الاسم متغيرش، يمكن اللعبة متقبلش فعلا، يبقى الميزة دي مش موجودة في الأداة. أصل أنا أول مرة أجرب الأداة يعني، اعذروني. خلاص كده اظن يعني خلصت الشرح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.